ليبيا يعني فيها تراكينات وفيها ضرب وفيها معاناة وفيها قتل، ودخلنا البحر الأبيض المتوسط وأنقذونا الإيطاليين في جزيرة سيسيليا، رفضنا نقيم في إيطاليا ومشين فرنسا. إحنا قاعدين هنا نخش فرنسا، الفرنسيين بيقبضونا بيسلمونا للإيطاليين في البوابة الإيطالية، برجونا في أقصى الجنوب حتة اسمها تورينتو، وبنرجع لتورينتو بعد ذاك بنعاني في الطريق، وبنجي هنا للكوبري هنا في فانتيمينيا عشان نقدر نمشي تاني، وتاني بيردونا نرجع لتورينتو يعني أكثر من 3-4-5 مرات. دي معانا واحد إحساسي هنا والله مرير جدا وعليم، لأنه يعني زول لو أصلا دير أنت أصلا جيت لاجئ طالب الحماية الدولية أو طالب اللجوء في البلد، بتطلب أول حماية، بتطلب مأوى، وين المأوى؟ 300 نفر في مخيم واحد اسمه تورينتو. نحن بنمرق برا بنمش عشان الدنيا يعني جو سخن جدا، كهرباء بالليل بتولي لكن سخانة، بنمرق في حديقة بنقعد، بعد ذاك بنجي ناموس تقيل، أنفاس بتاع الناس 300 نفر، اتخيل بيرقدوا في مخيم واحد. لكن جينا لقينا الموت من جديد، يعني الجو عبارة عن موت، والبحر موت، وليبيا موت، مشكلة.